اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما دخلته قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. طبعا الوقت كله سيتغير، سنتقدم ساعة، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أن صلاة العشاء ستكون بدل الساعة 8:15 ستكون 9:30، يعني سنقدم نصف، عفوا 15 دقيقة، ربع ساعة سيتقدم عندنا الوقت. يعني اليوم 8:15 الجماعة، غدا سيكون 8:30، إلا أننا أيضا سنحول الساعة وسنتقدم فيها، فسيكون الساعة 9:30 تقام صلاة العشاء. وبالنسبة للقيام الليل سيكون الساعة 3 على التوقيت الجديد، يعني التليفون الساعة 1:59 سينتقل إلى، عفوا، الساعة 12:59 سينتقل إلى الساعة 2، يعني سيقفز ساعة، فننتبه لهذا الموضوع في التوقيت الجديد، سيكون الساعة 3. الذي ما تزال تليفوناتهم أو ساعتهم لا تتغير ينتبهوا، يأتوا الساعة 2 على التوقيت القديم. فروم تومورو إن شاء الله we forward 15 minutes for عشاء إقامة. Today 8:15, tomorrow 8:30, but we change forward 1 hour to summer time. عشاء will be 9:30. فجر 5:30 طبعاً ساعة، كنا 4:30، tomorrow 5:35 عشاء، عفوا فجر، ظهر 2 o'clock، عصر 5 o'clock، مغرب 7:47، عشاء 9:30. جزاكم الله خير. قيام الليل إن شاء الله 3 o'clock إن شاء الله، تهجد 3 o'clock. Yes, tonight we start from tonight and
ما يبي تونايت ليلة القدر. اوكي جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brothers and sisters, just to jazakumullah khair, barakallah feekum for all your beautiful contributions for the iftar and for the new building as well. Brother Usman has donated £500 for the iftar. Please make dua for him. And his friend has also donated, but he doesn't want to be named, inshallah. Make dua. Brother Dr. Muhammad Ben Halim has given £50 for iftar. And those brothers who have donated without telling us, may Allah subhanahu wa ta'ala give all of you barakah in abundance. May He take your hardship and your sorrow and your sadness away from you and give you the barakah and the barakat that He bestows upon you, inshallah. I'm not going to go and do the long collections. I think it is, some people says, you know, why am I always begging? I am begging and I will continue to beg for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of our children, for a better place in this world so that they follow the right path of deen. That's what we need to, so that's why I'm begging. And when I'm asking you for money, I'm not asking you for myself, I'm asking you for the house of Allah. So some people put it on Facebook, why is Brother Mumin always begging for money?
We will be begging for a couple of years, but once this establishment is fully set, you will know why Uncle Mumin was begging in front of you all. So what I will say tonight is I'm going to leave it to you, brothers and sisters. It is your masjid. It is up to you to make whatever contribution you are able to make. What you give is what Allah subhanahu wa ta'ala has given you, and you are giving back to His house. You are not doing me a favor or yourself a favor or Allah subhanahu wa ta'ala a favor. You're doing for yourself a favor for the Yawm al-Qiyamah. Is that okay? Alhamdulillah. So if you want to sponsor an iftar, it's £500 for the night or £5 per person. If you want to pay for the new building, it's £1,000 as a founding member, or any amount you can donate for the new masjid that we want to build and buy, which is next to the old mosque. And also, if you want to give a loan, you'll get your loan back within 3 to 6 months, whatever amount you pay. Jazakumullah khair. I'm going to bring in Dr. Saddam, who's one of our senior advisors to the team, for 5 minutes. Please be patient and listen to him. Brother Dr. Saddam Hussein. Not Hussein, Al-Mahmoud. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أخوتي أتكلم باللغة العربية بداية I will speak in Arabic at the first to understand my brothers from the Arab and then I will speak in English with the summary abstract as an academic research in 5 lines not more. You know me, I am a Dr. Saddam, teach Arabic in Liverpool University, then Dr. PhD in Applied Linguistics. I work from last year as a volunteer in this masjid. راح أتكلم باللغة العربية عذرا في البداية. أنا من السنة الماضية بدأنا كمتطوع مع هذا المسجد لكونه يعني إرث إسلامي نعمل عليه حتى لا يطفأ. وهذا المكان بالنسبة لنا كمسلمين هو مكان نعمل عليه بجد حتى يكون باب مفتوح لأطفالنا لأنه نحن جئنا من بلادنا من بلاد ظلم. أنا كنت عضو هيئة التدريس في جامعة حلب ولم كن أجرؤ أن أضع سجادة الصلاة في مكتبي حتى لا يكتبون فيها تقارير أنني من الأخوان المسلمين والأخوة السوريين يعرفون ذلك. يعني نحن جئنا إلى هذا البلد الحمد لله استقبلونا لنا حرية العبادة لنا حرية الدين لنا حرية الممارسة أعطونا مبنى منهم والآن نحن نقوم على هذا المبنى حتى نقوم بتطويره ليكون مسجد متطوعين لا نأخذ ولا ليرة. يعني أنا أخجل من هذا الكلام. السنة الماضية أطفالي في الغرف الثانية لا يوجد مكان سجادة صلاة حتى يصلوا. أنا من جلبت السجاد كله وعيب أن يتكلم هذا الكلام يعني على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي فيه أولادي وأولادكم. يعني لا يوجد شيء أن يكون أمرهم شورى فيما بينهم أي موضوع طالما الحكومة هنا جزاهم الله خير محترمين ومحترمين وجودنا كمسلمين وأعطونا هذا المكان حتى نتابع فيه صلاتنا وعباداتنا بكل خير نكون موجودين. أي مشكلة ممكن أن نتشاور فيها فيما بيننا. يعني الآن بعض الأخوة يستفسر مني أنه من السنة الماضية أنتم كتبتم رؤية ماذا الذي حدث بالرؤية؟ بصراحة أنا جدا صريح يعني المبنى هذا ليس ملكنا بعد هذا المبنى للكونسل نحتاج إلى بعض الوقت حتى يقومون الأخوة بنقله إلى ملكيتهم. لذلك الأخوة العرب لا أحد يرضى أن يتبرع لنا بباوند واحد حتى نشتري هذا المكان. الآن نعمل على المبنى الثاني مع بعض الأخوة لشرائه وتحويله إلى مسجد حقيقي ندخل إليه من القاعة كمساجدنا في البلاد الإسلامية. مسجد لنا نحن لنا ليس لأحد. لا يوجد ما أريد أن أذكر به يعني بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقياس عند الله سبحانه وتعالى التقوى. نعم للمسلمين لأن متأكدين لا أعوذ بالله. فهذا المسجد راح يكون أنا فاتح الموضوع يعني بخمس دقائق قبل الصلاة حتى نتناقش لأنه البارحة اجتمعت مع مجلس الإدارة وبالعلم أنا لست عضو مجلس إدارة وطلب مني أن أكون عضو مجلس إدارة ورفضت. أنا متطوع في سبيل الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يقبل منا هذا العمل الصالح لا أكثر ولا أقل. فالموضوع المبنى الآخر نحن نعمل الآن عليه حتى يتم شراءه وتحويله إلى مسجد يعني أفضل من مسجد الرحمة. نحن دائما نرى أن بيوت الله تكون أفضل من بيوتنا. نحن هنا موجودين لا يوجد دين والله دين سوري ودين يمني ودين باكستاني ودين بنغلاتشي. رسول واحد وكتاب واحد أمة واحدة ورسول واحد.
من أراد أن يستمع بالكلمة الحسنة والطيبة. كل إنسان يدلو بدلوه، وكل والناس متفاوتة، في فروق فردية بين البشر، البشر ليست واحدة، كل من يتكلم على، لكن نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن سمح لنا في هذا البلد. أنا أتواصل مع بعض الأخوة في بعض الدول الأوروبية الأخرى، والله يعانون من صلاتهم، يعانون من ممارسة شعائرهم الدينية. نحن الحكومة محترمتنا ومقدرتنا، معطيتنا المبنى جزاهم الله ألف خير، ونحن في باب يعني كبير من باب الدعوة، باب الدعوة يظهر بأخلاقنا وتعاملنا. فوالله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ هي الإبل، أفضل الإبل، وهي أفضل أموال العرب. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أسألني لا لا ما يقول يعني ممكن. شوف الإنسان أخوة، نحن مش قلنا نتناقش فيها أنا وأنت اليوم، لأنه أنا تكلمت بهذا الموضوع، تكلمت في هذا الموضوع. لا، أنت تعتبر أنه أنا ممكن أقصر من طرفك؟ أنت تظن أنه أنا أقصر؟ لا لا ما أقصر، ما يهمك. نعم نعم لا 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 ممكن الإنسان في ساعة غضب، في ساعة غضب تطلع معاه كلمة، الواحد مرات يغضب ويستغفر رب العالمين. أنا لا لا ما يطلع إن شاء الله بإذن الله أبو أحمد، نحن نتناقش فيها فيما بيننا، الموضوع بسيط يعني. لا لا, لا نتكلم عليه ما يهمك. نتكلم عليه الآن، لكن نحن الآن هنا نتكلم فيه هذا الموضوع بإذن الله. فهذا هو الموضوع والله يا أخوة، لا أكثر ولا أقل. نحن الآن نعمل على المبنى الثاني لشراؤه بمساعدة بعض الجمعيات الخيرية من البلاد العربية، ونحن نكون يعني أمة واحدة كصف مصفوف، ما كبنيان مرصوص. فمن يريد بإذن الله أن يطلع على أي شيء أنا جاهز، ولا كل شيء، ولا نضع ولا أي شيء في جبل. لكن هناك من قدم من الأخوة من 10 سنوات وساهم في فتح المسجد، نحن نقدر جهوده ونضعه فوق رأسنا، ونحن نتابع معه. Sorry I will speak in English، جزاكم الله خير. يعني أني إذا كان هناك أي استفسار ممكن نتناقش فيه في مكتب المسجد في أسفل إن شاء الله بإذن الله. الموضوع الآخر، I will speak in English، يعني I will speak in English now. We appreciated every effort for every person he helped us. We are a one ummah, one ummah. No difference between Syrian, Bangladesh, Arabic, Pakistanian, Turkish or and some else. We are one ummah, ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And I will speak with you from minbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is the holy place. This is al-masjid. We respect this country because he helped us as a Muslims and give us as a free this building. Not as a free, but as an a free. To help us to do our prayers here. And we must be respect this country and respect the rules in this place. Exactly. And respect everything. Yani, no difference between me as an Arabic person or Bangladesh or Pakistanian or Turkish. We are one ummah and we come here to prayer. Any notice or anything, you can discuss it with the office. The office is open and we can speak it with everything. Now I work hardly, to be honest, to buy the next building with the help from Arabic and humanity organizations. We appreciate it for every person from the local community when you visit Abdullah Kulyam society and he do some relation with us because we are now apart from this society. We live in our countries because there are a dhulm. We can't do, you know what's happened in our countries, especially in the Arabic countries, and we come here to, inshallah, will be a citizenship and you will be a people from this society. We needed to yu'amruhum shura fima bainahum, as our Allah he ordered us. Any things we can work it together. I don't want it to arrive it to the local community look at us and we are not as a bunyan al-marsus, yani. We are not as a brothers. You must be worked about this hardly. Any complaint we can listen to here and work it. I'm not a trustees and my brothers here in the trustees ask me a lot of from 2 years to be an a trustees. I said, no, I am volunteer for Allah subhanahu wa ta'ala. I don't take, I open it in Arabic classes. As an I teach in the university, I teach here as a free the same week and the books is a free. And what you can help for al-masjid, I said it for you before, when I come to here last years, I and my brother Ahmed al-Anizi, Dr. Ahmed, we don't find the carpet in the rooms behind. And we, I and Dr. Ahmed, we do notion for what? Not for you, for my brothers and for my sisters and for my kids to come and pray here. We don't want to lose it, our kids and go out. You know what the challenge is out. We needed to him to come to this masjid to pray and keep the Quran and be a one community. This is not only masjid. This is a community center because this
be what you want. We are one ummah, one kitab, one prophet. Be Sufi, be Salafi, be Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanafi, what you want. But we don't must be bring our problems with here. We must be respect the other as the out they respect us. جزاكم الله خير. Thank you so much for your take your times 2-3 minutes. And وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. And inshallah, may Allah يعني help us to buy the next door. And we have a big masjid inshallah to be a light in the northwest of England to invite to the Islam and to help the Muslims. And we give a more services for the Muslims because now we don't have a lot of as the another communities. Thank you. جزاكم الله كل خير. واستغفر الله العظيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. جزاكم الله خير دكتور صدام. Just to say the Fajr prayer will be at 5:15. So the clock goes up at 1 o'clock. So the clock changes 1 hour forward at 1 o'clock. So the Tahajjud will be at 3 o'clock and the Fajr prayer, what you're looking here is not the same, it's not 4:33, it will be 5:15 Iqama. So please bear that in mind. And the clock changes tonight at 1 a.m., goes 1 hour forward, inshallah. Tahajjud will be 3 o'clock, led by Sheikh Sadiq. One more thing I want to say, we had a great grand bazaar at the back where a lot of the local Muslim traders came and we had stalls there. We had the bazaar, it went really well. And really make dua, we have opened the Kulyam kitchen and the restaurant for the first time. So the Kulyam kitchen will be open from 5 o'clock tomorrow until 12 o'clock. So if you want to buy any Turkish food or any other food that you want to buy, please do so at the back. The profit goes to the masjid. It's a waqf to the masjid. It's Kulyam kitchen. So it's open officially today and it will be carried on open throughout the month of Ramadan and so on. Jazakumullah khair for your time, my brothers and sisters. Please be upstanding for Taraweeh. جزاكم الله خير. السلام عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بلوا الله بقلوبكم واجتهدوا في الدعاء. دعاء ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم
فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum, brothers. Just a quick announcement is you have children in the building and they are teenagers. Please encourage them to read few rakat with you because they do make a lot of noise. And especially to the sisters downstairs, there are a lot of young girls downstairs. Please keep them with you or you might have to supervise them because they do not listen to our volunteers and they're causing big problems. So we love children, but they need to be supervised by an adult, like preferably the parents. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Very, very long. ربنا الله صدق الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو
مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
المسلمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Just a reminder, if you're going to stay on to do tahajjud, remember, there'll be a witr after tahajjud later on. Okay. So if you want to pray the witr with us, pray with us. We'll get up in the end and do adr rak'ah, inshaAllah. JazakAllah khair. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على أن بلغتنا رمضان. اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا آخرة، وبلغنا برحمتك يا ربنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل صلواتنا وقيامنا وصدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما رزقتنا وأعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم بيض وجوهنا يوم نقف بين يديك، ولا تخزنا ولا تفضحنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ورسولنا ومسجدنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اكفنا شره كما شئت وبأي شيء شئت، إنك أنت العزيز الحكيم. كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كلهم أينما كانوا وأينما وجدوا برحمتك يا أرحم الراحمين. كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم فك الحصار عنهم، اللهم فك الحصار عنهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وأمددهم بمدد من عندك وجند من جندك، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. كل ضعفائهم، كل ضعفائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ها قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واختم لنا بالصالحات خير الأعمال برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.